معهم نسترد زمان الصبا ونداعب رموش الأيام السعيدة. معهم نفتل أحلام الروح الخفيفة ونفتح الدروب الجديدة. مع الشباب إلى الشباب ومن أجل الشباب يفرد محمد بلاوي حصة شبابية كل أسبوع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، الجزء الثاني من هذا اللقاء الشبابي مع الشباب نخصصه للحديث عن الفن التشكيلي. بطبيعة الحال هناك أسماء كثيرة أعطت لهذا المجال. في هذا اللقاء الشبابي وفي هذا البوح الأثيري سنتحدث عن فنانة ابنة مدينة النضور، فنانة أخذت على عاتقها التعبير عن الحدود بكافة تلاوينه وتعابيره. ثقل الحدود وهي لوحات جميلة تحمل آثارا لخطوات منسية تركت بصماتها وهي تحاول أن تركب القوارب المهترئة أو أن تتخطى الأسلاك التي قد تعني في لوحتها حدودا لوطن أو بلد أو لداء أو بلاء. بطبيعة الحال ثقل الحدود هي فكرة قديمة تعود لسنة 2011، فثمة أشياء تقول الفنانة التي سنتعرف عليها داخلها تربط بينها وبين هذا الوضع. لوحتها عبارة عن فضاءات جمالية تعبر بصريا ورمزيا عما اختمر في عقلها ووجدانها من هواجس وأفكار وخيال وقلق يدفعها إلى ترجمة كل ذلك بريشتها وبألوانها لترسم لنا لوحاتنا تبطن رسائل قوية. من واجب أي متأمل أن يجتهد في فك شفرتها حسب قراءته وتصورته. هي الفنانة التي تداعب الألوان والريشة وتحاول أن تترجم ما تحس به من خلال معرضها. معارض كثيرة نظمتها ضيفتنا في اللقاء الشبابي مع الشباب. ضيفتنا هي الفنانة التشكيلية سهام حلي وأسادة الفنون التطبيقية بثانوية المهدي بن بركة التأهيلية. عندما نتحدث عن سهام حلي فنحن نتحدث عن فنانة تبدع خاصة باللونين الأحمر والأسود لتشكل لوحات رمزية وتعبيرية ولتتخطى الحدود. في ثقل الحدود في هذا البوح الأثيري نتعرف أكثر عن سهام حلي وعن هذا المعرض الذي احتضنه رواق مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التربية والتكوين بالرباط. السلام عليكم، معكم سهام حدي، فنانة تشكيلية ومصممة من مدينة النضور وخريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بمدينة تطوان، وحاليا كنشتغل كأستاذة ديال الفنون التطبيقية بمدينة وجدة الجهة الشرقية. نظمت معرض بمدينة الرباط تحت شعار ثقل الحدود، وهذا أول معرض كيحتضنه متحف محمد السادس بعد أشهر من الإغلاق. كان الافتتاح ديالو يوم الخميس 18 مارس. كنذكر انه المعرض كان التيمة ديالو ثقل الحدود، وكيتحسب هذا الحدث الفني اول نشاط كيحتضنه متحف محمد السادس بعد فترة اغلاق اللي دامت شهور طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وكتوقع الجهة المنظمة توافد عدد كبير من الزوار ومحبي الفن التشكيلي لاكتشاف اللوحات الجديدة اللي كتحتضنها هذا الرواق. بالنسبة لهذا الموضوع ديال المعرض اللي هو ثقل الحدود، فهو كيشمل تقريبا ما يقارب 40 لوحة تشكيلية ما بين الحدود وما بين الهجرة. هو كيعالج هاد الموضوعين المترابطين مع بعضياتهم، لان فحال اللي كنقولوا هاد الموضوع اللي الموضوع هذا فحال اللي نقولوا طوندونسي، سي موضوع الساعه ولا حديث الساعه.
بالنسبة لرواق محمد السادس، كيحتضن تقريبا 40 لوحة اللي كتعتمد على هذا الشعار ديال تيق الحدود. فهي غتلقى لوحات مختلفة لهذا الأحجام وحتى الأشكال، وخا هي كتوحد في 3 ديال الألوان، الأبيض والأسود والأحمر، لأن عندهم مساجات قوية بزاف. هي في الحقيقة السهل والممتنع كيف كنقولوا، لأن صعيب باش أنك دير واحد كوليكسيون غير بهاد 3 ديال الألوان وتشتغل عليهم على تيمة واحدة. من لله الحمد، الإنسان مي كيكون كيشتغل دائم البحث، وكل مرة كيكون عنده دي زيكسبيريونس، كيكون عنده تجارب، ف كيقدر انه يميتريزي شوية تكنيكمون وحتى او نيفو ماتيير. يعني في حال انا دابا ما كنشتغلش غير على الصباغة وهذا والاطوال، وانما كنفضل انه ندخل حتى السلك الشائك في العمل الفني ديالي، لان كنحسو بانه كيوصل اكثر وكيبلغ اكثر الرسالة، وحتى دي فوا انه كيستفز المتلقي. فحالي كتجسد الحضور ديال الحدود واقعيا، وكيكون في حوار مباشر مع المتلقي. فلمتتبعي الأعمال ديال الفنانة سهام حلي، فهي معروفة أنها منذ زمن كتشتغل على هذه التيمة هذه ديال الحدود، وبالنسبة لي أنا فهو بحث، ماشي مجرد عمل فني، بحث في قضية من قضايا المجتمع اللي كتترهق الكاهل ديال الإنسان، اللي هي قضية ديال الحدود وديال الهجرة. فالحمد لله هاد التيمة هادي مشاركت بها في عدة معارض وطنيا ودوليا، وحققت صراحة تميز وحققت نجاح ولله الحمد. بالنسبة للتكوين ديالي، كيف ما كتعرفوا هو تكوين أكاديمي، أنا خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتطوان، ونظمت مجموعة ديال المعارض وبزاف ديال التظاهرات اللي كتهتم بالشأن التشكيلي والفني. والحمد لله عندي مجموعة من الجوائز ومجموعة من المشاركات اللي لله الحمد كتحفز وكتخليني أنه نواصل العمل ديالي ونواصل لو باركور ديالي ارتستيك. ونتمنى الناس انهم يعجبهم، وكنقول للناس اللي في الرباط، مدينة الرباط، مرحبا. هذا المعرض باقي ان شاء الله موجود، وكنتمنى انكم تكتشفوا الاعمال وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف. الفنان وبحدسه مستمعنا الافاضل يعبر ويساهم في مختلف المتغيرات التي تحيط به انطلاقا من موقعه، من مساره المهني والجمعوي والعائلي والإنساني، خاصة انطلاقا من الطبيعة ومرورا بالمرأة ووصولا إلى الحدود كما تقول سهام. إذن سهام تحدثت عن فكرة ثقل الحدود، وتحدثت عن هذا الهم الذي يشغل بال الكثيرين، خاصة رجال القانون والمناضلين الجمعويين، هو الآن يشغل حتى بال الفنانين. كل واحد مستمعنا الكرام يعبر انطلاقا من موقعه، كل واحد يدافع عن مبدأ الحدود انطلاقا من مجاله. سهام تدافع عنه انطلاقا من مجال إبداعها وهو الفن التشكيلي. سهام تعتبر هذه الفكرة هي فكرة رائدة في منطقة الجهات الشرقية، من خلال تبني هذا الموضوع وتيمات أخرى مرتبطة بالواقع المعاش، لأن ابنة النضور والريف تحاول أن توصل إلينا ما يعانيه من يريد أن يتخطى الحدود، سواء عن طريق تلك الأسلاك التي تضعها السلطات الاحتلال المليلية، أو عبر أيضا قوارب
الموت، فنانة ملتزمة موهوبة مجتهدة محبة لفنها ووطنها، صديقة زملائها، ناجحة في مسارها الغني بأعمالها، خلقة تشتغل في صمت، والأجمل أنها تتسم بحضور إنساني كبير مليء بالموهبة والاستمرار والإبداع والعطاء واكتساب احترام والحب من الناس، راقية في تعاملها، فتجاوزت بالتالي المحلية إلى إنسانية الإنسان. وهذه هي قوة الفنان، أن يتحلى بإنسانية الإنسان ويحاول أن يترجم اهتمام الإنسان وانشغال الإنسان عن طريق الألوان وفي لوحات إبداعية. دمتم مبدعا يا سهام، ودمتم مبدعون أيضا مستمعينا الكرام. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم لهذا اللقاء الشبابي مع شباب، ألقاكم في فرص مقبلة بحول الله. لكم من أجمل تحية محمد بلاوي، في أمان الله، وأدعوكم مع هذا الصوت الجميل من أصواتنا العربية المبدعة أيضا. يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت نادي للمسا بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق،
تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، واسمي بيمحى، واسمي بيمحى.